الفصل وما حنتحدث عن فحص الفيكال اوركل بلاد نفس الحاله. هذا الفحص في جزئين مهمين، ستريب خاص بالجهاز واضافه الى البطن. بالنسبه للستريب نفتح الكيس المخصص له، هذا هو مثل لك فيكال اوركل، وبعد ذلك نجيب الفيكال كونتينر ايضا، وراح ناخذ ايضا هذا الفيكال من عنده من خمس مناطق مختلفه. ونحاول نرجع للبفر نسوي له شيء جيد. عندنا بوت سسبنشن بعد ما صار عندنا هذا البطار، نحاول ناخذه الى جهاز خاص بقراءة الوكال تبلت. هذا الجهاز الخاص بالوكال تبلت نحاول نشغله من الجهة الخلفية. عندنا هنا الباور ميتر، نحاول نضغط لمدة 3 ثواني تقريبا يشتغل الجهاز. الجهاز الآن حاضر لإجراء الفحص، كنا علينا أن نضغط الستاندرد، وبعد ذلك عندنا الستر مؤخرة للجهاز، مباشرة الجهاز راح يقرر الستر، نذكر الأشياء المتعلقة بالفحص ونذكر مثلا اسم المريض، أو نذكر كود، ما في مشكلة، أوكي. وبعد ذلك نضيف 3 قطرات داخل هذا الخلاط، 3 قطرات من الجلطة ونهملها، ومن بعد ذلك نضيف 3 قطرات داخل السكر، ومن ثم نضغط على الستارت. الجهاز ياخذ تقريبا حدود 15 دقيقة وبعد ذلك توصل النتيجة. نعودكم بعد إن شاء الله نخلص قراءة الجهاز. تلاحظون الجهاز تقريبا حوالي 30 ثانية أكثر بقليل 30 ثانية، ويقرأ الجهاز فيكال اوركل بلاد، يمضي الارم بسيط ويسحب السترايب. يمضي الارم وبعد ما ينتهي الارم يبدي يسحب هذا السترايب داخل الجهاز ويبدا يقرا. طبعا النورمال رينج هو اكثر من 100 بوزيتيف، اقل من 100 نيجاتيف. تلاحظون بدا الجهاز يسحب الستريب، ويسوي له اوتو ريدنج ايضا 3.18، معناها هذا النتيجه هي نيجاتيف مع التخدير.